عادل إمام هو أكتر فنان عمل أعمال فنية عن فترة الإرهاب في التسعينات، والموضوع ده طبعاً عرضه لهجوم كبير من الجماعات الإسلامية، بس في تفاصيل هقول لكم عليها لأول مرة بعد أكتر من 30 سنة عن محاولة اغتياله قدام مسرح الزعيم. مين اللي حاول يغتاله وليه فشل في ده؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. عادل إمام ليه تاريخ طويل مع الجماعات الإسلامية، وده بالرغم من علاقة النسب اللي بينه وبين نبيل مقبل أحد أهم أعضاء جماعة الإخوان، وهو كان مسؤول جماعة الإخوان في الجيزة في الوقت ده. والغريب إن مرشد الجماعة برضو رفض جواز سارة عادل إمام من أحمد نبيل مقبل، بس في النهاية وافق على جوازهم بعد إلحاح طويل من العريس، واضطر عادل إمام هو كمان يوافق على خطوبتها من زميلها في الجامعة الأمريكية أحمد نبيل مقبل سنة 2003. وبعدها احتفلوا بحفل زفافهم وأنجبوا 3 بنات، كاميليا وهالة وأمينة. بس الجمهور ما يعرف إن الزعيم عادل إمام كان مستهدف من الجماعة الإسلامية وخططوا لاغتياله، وده اللي كشف عنه محمد كروم العضو السابق بالجماعة الإسلامية، اللي قال تفاصيل الخطة اللي رسموها في التسعينات لاغتيال عادل إمام، واللي كان أمر بتنفيذها هو القيادي عبود الزمر لما كان بيقضي عقوبته داخل السجن. وقال محمد كروم في تصريحات عرضها في الموثائق اسمه عادل إمام ذاكرة مصرية إن والده كان أحد قادة التنظيم في السجن، وإنه كان بينقل وجهة نظر قادة التنظيم وبيوصلها للقيادات في السجن وبيتلقى أوامرهم، وإنه لما قابل عبود الزمر قال له إن الإخوة طالبين يقتلوا الدكتور محمد سيد طنطاوي، فرد عليه الزمر وقال له هو يستحق القتل بس الدولة هتشوه صورتنا لو قتلناه، اقتلوا عادل إمام هو أشد أعداء الإسلام. واتكلم عن بداية التنفيذ بإن المراقبة كانت بتحصل في مسرح الهرم، وكانت الخطة ضربة وهو داخل المسرح، وكان الرصد بيتم على أساس نشوف الأوقات المناسبة وحراسته ماشية إزاي. وقال إن عادل إمام كان محصن جدا وكان بيتصدى للجماعات الإرهابية عن عقيدة وقناعة وبجرأة وشراسة، وكان لازم يكون عبرة لغيره عشان محدش يعمل نفسه اللي عمله ويتجرأ على الجماعة مرة تانية. واتكلم محمد كروم عن سبب طلب الجماعة اغتياله، وقال انهم كانوا شايفين انه تجاوز كل الخطوط الحمراء واتجرأ عليهم من خلال افلامه، وخصوصا في فيلم الإرهابي اللي كان سنة 94، وحكموا عليه بالكفر. ووصف كروم فرحته الكبيرة بعد اوامر عبود الزمر لأنه كان شايف هو وباقي زمايله إن الزعيم في الوقت ده من أشد أعداء الإسلام وبيحارب الجماعة عن عقيدة وفكر وقناعة، وكان هينضم لحزب المستقبل اللي أسسه فرج فودة وكان صديقه الشخصي. وبعد كده اتكلم كروم عن أسباب فشل اغتيال الزعيم، وقال بدأنا إعداد العدة للتخلص منه، وكان وقتها بيعرض مسرحية الزعيم في مسرح الهرم، وخططنا الاغتيال أثناء ذهابه للمسرح، بس في الوقت ده كانت حراسته شديدة جدا مصرية وغير مصرية، والموضوع كان صعب جدا واخد مننا وقت طويل لحد لما اتقبض علينا قبل ما ننفذ عملية الاغتيال. وقال كمان ان الامن ما كشفش الموضوع ده وما حدش فينا اتكلم عنه نهائيا، وقال ان هو الوحيد اللي اتقبض عليه من المجموعة اللي كان من المفترض تنفذ العملية، وهي نفس الجماعة اللي ضربت الدكتور عاطف صدقي، واتقبض عليهم بعد عملية عاطف صدقي والطفلة شيماء. واختتم كلامه وقال عادل امام كان هدف لكل الجماعات الاسلامية الراضي كالية. في النهاية الحمد لله إن الزعيم بخير وسلام، ونتمنى له دوام العمر والصحة.